السلام عليكم. الإعلام الكاميروني يفجرها نحو إقصاء منتخب الكاميرون من كأس العالم. كشف موقع كاميروني عن إمكانية معاقبة منتخب الكاميرون وإقصائه من المشاركة في كأس العالم المقبلة في قطر بسبب فسخ رئيس الاتحاد الكاميروني إيتو سامويل العقد مع الشركة المصنعة لقميص الأسود الغير المفروضة. وذكر المصدر ذاته أن في حال رفض الاتحاد الكاميروني تنفيذ قرار العودة إلى الشركة الفرنسية لوك سبورتيف، سيتم إقصاء الكاميرون مباشرة. جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون هو الوحيد الذي لم يعلن حتى الآن عن قميصه الذي سيشارك به في كأس العالم. بدوره استدل موقعه بتصريحات المحامي الكاميروني الذي يستقر بباريس ويعمل وفق القانون الفرنسي لتأكيد احتمالية استبعاد الكاميرون، حيث قال كريستيان بومو في تصريحات نقلها موقع أكتو كاميرون الكاميروني اليوم الجمعة: أدعو الطرفين للجلوس الآن وحل المشكلة بشكل ودي أو أخذ قرار بشأن استمرار الشراكة. كما واصل رفض الاتحاد الكاميروني تنفيذ قرارات يفرضها القانون الفرنسي المختص بالنزاع يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الكاميرون من كأس العالم. لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا بنشر المزيد من الفيديو.